أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن نعلم بأن صلاة الجنازة تسليمة واحدة على الجانب الأيمن، ولكن البعض من الأئمة يسلمون على الجانبين، فما رأيكم بهذا؟ الذي الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وإذا سلم ثنتين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.